هنكمل بقى السطر الجديد ده. خلاص ما عادش الا 3 غرز اهو، قفلنا هنا ما عادش الا 3 غرز عدين. هنشوف هنشتغلهم ازاي، ولسه السطر الجاي هنقفلهم يا جماعة. لسه السطر الجديد، السطر ده قفلنا 2 من هنا و2 من هنا، واتبقى 3 اهو عند ورقة الشجر دي. هنمشي ونكمل. الغرز المقلوبة اللي هنا زي ما هي برضو لسه، وهي ورقة الشجر الجديدة بتزيد اهي وبتكبر اهي. هي 3 أجورة لفة كمان. هنا هنطلع الغرزة برضو، وهنمشي وهنمشي. الغرزة المقلوبة بتزيد هنا، وادي الغرزة العدلة، وهنا برضو اخر واحدة بنطلع غرزة نعملها قبل ورق الشجر. ورق الشجر بنزيد الاجورات اللي في النص عشان تكبر، ودي غرز مقلوبة زي ما هي. وهنا ورقة الشجر دي نختصر 2، وهنا نختصر 2، والمفروض كمان هنا نختصر 2 بره هنا في الغرز المقلوبة. هنا بس يعني انا مش مكترة الغرز المقلوبة، فقربت تخلص خلاص. وهخلصهم وارجع لكم واعمل سطر الظهر، ونرجع برضو عشان نشوف بقى اخر 3 غرز هنا على ورق الشجر بنقفلهم ازاي، ويكون هنا وصلنا لايه. انا نسيت اقول لكم بقى، المفروض في السطر ده يا جماعة هنا عند تكوين 3 أجورة المفروض زي هنا نفس المستوى. لو هتعملوا 4 يعني 4 أجرات، هنا المفروض بقى عندنا كام غرزة مقلوبة بعد 1 2 3 4 5 كفاية كده. ممكن هنا هنأسس ليه المفروض الفروع الجديدة. هنا انا هوريكم ازاي يعني لما بتمشوا هتعملوا كده الطول اللي انتوا عايزينه، واخر حاجة بيبقى تفريع الورقة واحدة في النص هنا. لكن لو احنا هنكمل وهنعمل اوراق كتيرة بنبتدي نفرع تاني زي ما فرعنا هنا. يبقى هنعمل ايه؟ هناخد الغرزة المقلوبة دي نعملها عدلة، واللي في النص عدلة، ودي عدلة، والغرز المقلوبة هنا هما 4، وهنزود عليهم واحدة في الاخر يبقوا 5. 1 2 3 4، وديت 5 نطلعها من هنا ونشتغلها. وممكن كان السطر اللي جاي ان احنا نبتدي نفرع وناخد الغرزتين اهم بتاع، لا احنا هنا بنعمل الورقة دي اهي، نزود فيها اجورات زي ما التالتة هنا اهي اهي. هنا اسسنا تاني لفروع جديدة، او لو بننهي خلاص بنعمل ورقة واحدة هوريها لكم برضو اهي. الورقة دي وهنا دول مقلوبين، وهنقفل غرزتين وغرزتين زي ما قلت في الورقة دي. وصلنا لغاية لاخر سطر في تقفيل ورقة الشجر الاساسية اهي، اللي هما التلاتة هناخدهم في غرزة. بنيجي هنا برضو عندنا غرز مقلوبة المفروض بننقص برضو لسه فيهم 2 من على الطرف ده، لسه في تنقيص يا جماعة. والتلاتة دول بناخد الغرزة دي كده سلت، والتانية سلت، عايزين نقفل التلاتة في غرزة ونشتغل دي عدلة كده. نقلب الاتنين اللي سلتناهم من غير شغل على الغرزة اللي اشتغلناها كده، اختصرنا 3 غرز في غرزة واحدة. البوزة بتاعت ورقة الشجرة اهي، شفتوا قفلناها ازاي. وبنكمل ونشتغل الغرز المقلوبة اللي هنا. هنا بنزيد لسه في الورق الفروع دي لسه اهي. يبقى قفلنا الاساسية، وبنزود لسه في الفرعين اللي هما الجداد عشان يبقوا على 4 أجرات زي هنا.
بنفس الطريقة يعني. الورز المقلوبة اهي، مش هنزود في المقلوبين دول، بنزود بقى في الفروع الجديدة، بنزود هنا تاني زي ما عملنا هنا، هنزود نطلع غرزة من هنا اهي، تفريعات جديدة كمان اهو، واحدة عدل، شايفين نفس التكرار تاني، عدل واحدة مقلوبة من هنا، عايزين هتفرعوا وتمشوا بالفرعين فرعين، بس في النهاية هيكون في ورقة واحدة هعملها معاكم هنا اوريها لكم. وادي اهي العدلة، وادي مقلوبين هنا، والورقة التانية اهي، هخلص ونمشي بالمقلوب ونقفل التلاتة في واحدة هنا، المفروض برضو بتنقصوا الاتنين دول، هخلص واعمل اللي في الظهر واجي نشوف السطر اللي بعد كده. رجعت في المرحلة دي اهي، الورقتين اساسيين اتقفلوا، والورقتين ورقتين الجديد اهم، بقى في 4 اجورات خلاص هنبتدي نقفل فيهم، والفرح الجديد اهو اتعمل واضح لكم، هنزود هنا غرزة مقلوبة، غرزة مقلوبة كمان، وبعد كده بتبتدوا بقى لو هتعملوا فروع جديدة تاني، هنشوف التقفيل بقى الغرز التنقيس هيبقى منين، تنقيس الغرز هنشوف مع بعض، تنقيس غرز مقلوبة هيبقى منين، شايفين هنا كل الصف بقى ورز هنا يبقى كله مقلوب، حتى الغرزة اللي هي العدلة اللي فوق الورقة الأساسية هنعملها مقلوبة، هنمشي كل الغرز مقلوبة وهنا الورقة الجديدة خلصت خلاص، هنبتدي ننقص 1 2 3 4، هننقص بقى برضو فيها بقى تاني اهو زي ما نقصنا في الورقة الأساسية، هننقص في الورقة الجديدة التانية، بنكرر اللي عملناه تاني تحت خلاص، تكرار يا جماعة، ما هو إلا تكرار، عرفتوا المبدأ، هنقص الاتنين دول مع بعض ونيجي هنا، هنا هناخد لسه مش هنقفل المقلوب، هنقفل هنشتغل ده كله مقلوب، ونطلع كمان واحدة مقلوبة هنا، يبقى هنطلع بعد العدلة نطلع كمان واحدة مقلوبة لما يبقوا اتنين، السطر اللي بعد كده نأسس ليه، بس لو هنعمل فروع جديدة زي دول ممكن هنا اقول لكم هنعمل فرع واحد، فرع ورقة شجر واحدة، فاحنا هنأسس لهنا، هنعمل بقى ايه هوريكم هنعمل ايه، بس احنا لو ماشيين وبنعمل فروع جديدة، الغرزة دي انا برضو في الدار خدتها، المفروض تبقى مقلوبة في الوش ايه، نطلع بعدها ورقة غرزة مقلوبة جديدة، وده تأسيس لفرع جديد، ونمشي كل الغرز دي مقلوبة، دي مقلوبة، ونقفل الورقة دي من هنا ومن هنا، خلص السطر ده برضو، ووريكو بقى هنا انا مش هفرع الاتنين، عايزة اوريكو
اللي هو الفرع النهائي اللي هو ورقة شجر واحدة. انا لو هعمل الورقة الشجر النهائية اللي هنا ممكن اعملها بطريقتين. لو هعمل 3 غرز جنب بعض عدلين، يبقى ابتدي جنب الغرز العدلة دي بعد الغرزة الاولانية اعمل اجورة، وبعد غرزة عدلة واجورة غرزة عدلة، واطلع بورقة شجر واحدة هنا. لكن لو عايزة اعملها بتأسيس زي الورقة اللي ابتديت بيهم هنا، اني اعمل من الغرزة واحدة اطلع 4 حواليهم، يبقى مش محتاجة اعمل غرز عدلة اللي هعملهم هنا. يبقى على الغرزة العدلة الوحيدة اللي في النص دي اسس واعمل الورقة اللي زي دي. ماشي، هوريها لكم برضو ازاي. هنا مثلا لو على العينة دي، نيجي هنا مش محتاجين على الغرزة العدلة هنا دي نعمل حواليها اجورة من هنا واجورة من هنا، ونطلع بورقة شجر. ماشي، فيعني هوريكم ازاي. اهو يا جماعة السطر ده بعد ما عملنا الغرز العدلة هنا، لكن عملنا غرزة عدلة هنا وغرزة عدلة هنا فوق الغرز المقلوبة، يجي في السطر ده لو هنختم خلاص ونعمل الورقة الفوقانية عادي مفيش اي مشكلة. يجي عند الغرز العدلة دي باخد غرزة واجورة غرزة عدلة وأجورة عشان أعمل الورقة اللي في النص فوق هنا، وعادي أمشي بالغرز المقلوبة هنا، أمشي زي ما بشتغل بقى، زي أنا متبعة نفس الطريقة، بكمل في أوراق الشجر الأساسية اللي يعني أنا بمشي فيهم على حسب أنا في أنهي دور. أهو هو لسه دور هنا تزويد، او لو بقفل ابتدي اقفل واكمل غرزي، وبقفل غرزتين برضو هنا من المقلوبين، غرزتين في الاول هنا من المقلوبين، وبنكمل ونمشي نعمل الورقة اللي في النص اللي بختم بيها في النهاية. نمشي برضو ووريكم شكلها بقى هيبقى شكلها ايه. لو عايزة اعمل بطريقة التأسيس اللي هو ورقة الشجر اللي هي اللي هنا، مش محتاجة اعمل غرز عدلة بقى، مش محتاجة اعمل غرزتين عدلين في النص هنا، لا انا بطلع فوق الفرع اللي في النص ده اللي هي الغرزة دي، واعمل فيها اسس فيها 2 و2 كمان باللفات يبقوا 5، وامشي برضو بورقة شجر يعني بالطريقتين ماشيين. شايفين معايا السطر ده؟ انا ماشية بالغرز المقلوبة بقفل الاتنين دول، في نفس الوقت بقفل ورقة الشجر بنفس الطريقة، 2 مع بعض من على الجنب، واكمل الغرز اللي في النص. خلاص لما ورقة الشجر زي لما قفلت اللي تحت بنفس الطريقة. الغرز المقلوبة اللي هنا مش ب... ما ب... ما بختصرش بقى غرز، انا اختصرت هنا ولا بزود، انا بزود بس في ورقة الشجر اللي في النص الاساسية. بزود فيها اجورات في النص بقى لغاية ما يبقى 4 على كل جنب زي الاوراق اللي على الجناب بنفس الطريقة. مش هطول بقى الفيديو كده طول قوي، انا هشتغل السطر ده بقى وارجع لكم واكون قفلت ورقة الشجر دي كلها اللي في النص دي خلصت. بقفل دول طريقة الورقة، باني طلعت اسست لها بالطريقة دي بتحس ان هي بتوسع قوي، يعني عدد الغرز العدلة اللي فيها بعد ما اعمل 4 شروط على كل جنب بيبقوا كتار. انتوا لو عايزين برضو تختصروها اكتر اسرع، ممكن تقفلوا كمان من الظهر، يعني من الوش على الجنبين ومن الظهر كمان، دي طرق يعني اعرفها لكم برضو لو عايزين تحلوها.
حسوا ان هي قفلت والغرز قلت. اهي بقفل برضو الاتنين دول. واجي عند الغرزتين المقلوبين دول باخدهم مع بعض بعد الورقة اهو، وبكمل للنهاية وهرجع لكم بعد ما يكون الورقة اللي في النص دي خلصت لفوق، عشان ما هو الا تكرار يعني. انا هكرر بقى في دي زي ما بعمل هنا. وصلت للمرحلة دي، مشيت اهو، الاتنين دول اتقفلوا اهم يا جماعة، ودي بتكبر اهي وبقى فيها 4 اشرات، وهنبتدي نقفلها كده زي ما بنقفل هنا. وهنا لما اتقفل الورقتين بقى فوقيهم غرزة واحدة عدلة، وبعد كده بقت غرز مقلوبة زي ما انتوا شايفين هنا فوق القفل بقى غرز مقلوبة، وبشتغلهم اهم. يعني ساعة ما بنقفل الورقات دي بقى غرزة واحدة، هنا بيبقى دي كملت الزيادة بتاعتها وبنبتدي نقفل. والغرز المقلوبة اهي معانا اكتمل معانا عدد الاشرات بنفس الطريقة. شايفين منظر طريقة الورق الشجر دي اللي هي عملتها هنا، لكن دي عاملاها على طول بغرزة عدلة وحواليها غرزتين عدلين كمان، يبقوا 3 غرز، وطلعنا على طول اشرات حواليها هنا يا جماعة. دي بقول لكم على حاجة برضو تستفيدوا منها، يعني بصوا ورقة الشجر الاولانية دي كانت طويلة وكبيرة اكتر، ليه؟ كنت بقفل على طول من الوش. هنا انا عملت برضو دي طرق، يعني بيعملي بكذا طريقة زي ما يعجبك. هنا ابتديت اختصر عشان الغرز ما تبقاش ورقة الشجر على طويل قوي كده، لو عايزها على اصغر. قفلت 2 من اليمين و2 من الشمال في الوش، و2 من اليمين و2 من الشمال في الظهر، فاختصرت على طول وطلعت وقفلت، حتى شكلها احلى. بصوا يعني تحسوا انها بارزة اكتر، فيها بروز اكتر من دي. ليه؟ لانها قفلت بسرعة وانضمت كده ومش طويلة. شايفين شكلها؟ ممكن تعملوها بالطريقة دي. طريقة التأسيس برضو طريقتين وريتها لكم، الطريقة دي ودي الطريقة دي اللي هي كانت في العينة برضو اللي قبل كده، اللي عملها في العينة اللي قبل كده عملها اللي هي هنا اهي، دي ودي عملها بطريقة على طول. هي غرزة واحدة وبعمل حواليها غرزة واحدة عدلة، وبعمل عليها اجور من هنا واجور من هنا. انما الطريقة دي اللي بتكبرها لك اكتر، اني بطلع فوق الغرزة العدلة زي ما قلت لكم، وبعمل احولها ل5 غرز. ما علينا، انا بوريكم كذا حاجة يعني في نفس الفيديو، وورقة الشجر بوريكم برضو حاجات، لان ممكن تشوفها في فيديوهات ممكن حد بيعمل ورقة شجر كده، ممكن بيأسس لها كده طريقة القفل لو العدد الغرز هنا، لان عدد الغرز اكتر في الطريقة دي، فقفلت من الوش ومن الظهر. هنا هنقفل برضو هنا الورقة دي برضو اهي بالطريقة دي زي ما قفلنا دول، كل 2 من على اليمين في وش الشغل، 2 من على اليمين و2 من على الشمال، وخلاص ما بعملش لفات. مقفل اهو، وهقفل الاتنين دول برضو، واجي اقفل برضو 2 من المقلوبين من هنا بس، واطلع بقى بقية الغرز المقلوبة هنا، واكمل القفل من يمين وشمال لغاية ما تبقى غرزة واحدة. شكل الغرزة ومع قفل ورقة الشجر الاخيرة اهي، ده شكلها. يا رب تكون عجبتكم وفهمتوا معايا سطر بسطر، وانا بدأت اختصر في الاخر يعني عشان الفيديو بقى طويل. وده تاني فيديو للغرزة، هيكون شكلها كده زي ما انتوا شايفين. المفروض عدد الغرز يرجع تاني زي ما كان تحت. مع السلامة، في فيديو جديد قريب ان شاء الله.